انا عارف ان انتوا شطار في عمايله، احنا اتعلمنا المشلتت من ايد امهاتنا، ولكن تعالوا شوفوا ايه الجديد في عمل المشلتت بعجينه جلاش مع شويه مكسرات. طالما اشتغل في حلو برفع التوم والبصل واروق الكاونتر بتاعي علشان ريحه البصل والتوم ما تجيش في الحلو. واللي بنى مصر في الاصل حلواني ابا عن جد، واروق المطبخ بتاعي. وايه فكره الحلو ده يا عم الشيف؟ طاسه مدوره حلوه على النار، او حله زي اللي معايا دي كده، حلو الكلام. ومعانا شويه مكسرات حلوين، ومعانا عجينه جلاش، ومعانا شويه سمنه بلدي، بس سمنه حلوه عشان الفطير المشلتت السر فيه السمنه بتاعته. حلو الكلام. نعم يا حبيب قلبي، والله انت ابن حلال. بيقول لي البطاطس اللي في الفرن، رام انت عليها، انا هوريك صوره حلوه وبعدين نطلعها. يلا بينا نبص في الفرن في ايه. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اصحى معايا، ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ يلا يا باشا حطها هنا، النار مطفيه يا خرش. الفكره وصلت لحضراتكم؟ انا ما بحبش حاجه تشغل راسي. الفكره وصلت ان انا ازاي اعمل فطير مشلتت على عين البوتاجاز. بجيب عجينه الجلاش، بغرقها في السمنه البلدي، بحشيها الحشوه اللي انا حباها زي ما انت شايفها بتطلع معايا اهي. حلو. طبعا ما ينفعش اقلبها الا لما عجينه الجلاش تقول لي انا استويت من تحت. بتتقلب في صينيه مدوره وبعدين تشرب الشربات، تبقى لطيفه وجميله. نبص عليها كده، ايه الاخبار اهي. هنقلبها مع بعض ان شاء الله زي الفطيره اهي في قلب الصينيه اهي. طالما لفت معانا كده تبقى زي الفل في طريقه للسوا اهي. ده الفطير المشلتت. حلو. فكرته الجلاش بيشرب سمنه مع المكسرات بتاعتي، بحط عليها شويه شربات زي ما شفنا مع بعض، وفي الاخر بغطي العجينه بنفس عجينه الجلاش واغرقها سمنه بلدي. هنا بدي فرصه للجلاش يشرب السمنه البلدي دي، وهنشوفه دلوقتي مقرمش وزي الفل. يا لا احنا قدام، لو قدامي خمس دقايق هنشوفها باذن الله ونرضيكم ان شاء الله ونغرفها في السرفيزه الحلوه. الله اكبر، نعمه. ولكن عاجبني قوي شوربه العدس، وعاجبني قوي للامانه البصل الاخضر. عايزين رغيفين عيش من ناصيه الشارع حلوين، العيش الاسمر الحلو بتاعنا ده كده، والبطاطس الحلوه دي عايزه طبق مكرونه بالطباطي بيتقدم معاها، او طبق رز ابيض اختياري حسب الرغبه. البطاطس دي هتعجب ولادك لان هم هيخشوا جوه في تفاصيلها، هيلاقوا لحمه مفرومه، هيلاقوا جبنه ممكن تحط زيتون فيها، هيلاقوا بيض مسلوق، هيلاقوا البطاطس بالطعم المختلف الجميل. انا حطيت البيضه مع مكونات البطاطس المهروسه عشان تمسك وتديني الشكل الدائري اللطيف الحلو ده كده زي الفل. ايه الاخبار؟ نبص على الفطير بتاعنا. اي نعم ارتحت من العجين وتخميره العجينه وان انا افرد عجينه والجو ده كله، وعملتها بالجلاش، بس للامانه انتوا عارفين الشيف صادق معاكم، فطير المشلتت مشلتت. طيب زي الفل. طب انا عايز اقلبها كده للامانه، حشر انا شويه، ومعايا مخرج بيقول لي عايز اشوفها. بتيجوا نقلبها كده ونصلي على الحبيب. اوبا، فين 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 يا عم الشيف؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي. مرزة يا مغازي، لسه ما استوتش. المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى، بس هم الشباب عايزين يختموا. لسه دي المفروض ترجع للنار تاني تاخد تسويه من تحت. ما تجيبوها لي يا شباب، هنا اهي اهي. حلو الكلام. ده الفطير المشلتت بتاعي، بحط عليه العسل بتاعنا كده. الله، سامعين الصوت ده كده؟ حلقتنا النهارده ببساطه، مرونه، سهوله، تفاصيل صغيره ولكن الطعم كبير والشكل جديد. عملنا شوربه العدس، عملنا بطاطس بطريقه جديده، عملنا فطيره مشلتته لطيفه وجميله بتتكلم مصري يعني رؤيه.